انفراد جديد لبرنامج هتكلم. ما هي المهمة التي ذهبت إليها الإعلامية بسمة وهبة إلى دبي؟ اللي خلاني أجي دبي علشان أسجل معاك، استغاثتك كانت واخدة حيز طبعا، لكن اللي زاد عليها كمان استغاثة والدتك. استغاثة إنسانية وراء قرار السفر إلى دبي بحثا عن الحقيقة والحقوق. لو في حد ليه فلوس هترجع إن شاء الله تاني. أنت جاي دبي هربان؟ كل المشاكل اللي ليا هي شيكات من غير رصيد. أنت بقالك قد إيه هنا في الإمارات؟ سنتين بالظبط. الأهرام عملت معاه ب20 مليون جنيه. لمدة قد إيه؟ العقد ده مفترض هم عايزينهم لمدة شهرين بس فقط لا غير. أنت في كلامك عايز إنه الناس اللي هم أنت مديون ليهم يتحملوا خطأك؟ قال لهم ده عبد نصاب وعياكل حقوقكم، أقدر أعمل كل شيء في الحياة فيهم واحد. مواجهات صعبة ومفاجآت مثيرة. أنت نزلت لها فيديو؟ هي أهانة جامدة إن أنا انشهر بمراتي. طب أنت إيه اللي خلاك تعمل كده؟ دايما أقول إن بسمة وهبة هي عندها ضمير إنساني أكتر ما هو عنده ضمير مهني، بس أنا عايز إني دعوة بس لجال العمال يقفوا جنبي. انت هتجيب الفلوس دي في قد ايه يا استاذ عبد برضو؟ انا عايز اسال، انت عليك ملايين. انا بعد البرنامج ده حتى لو اتقبض عليا انا مش يعني مش هنكون خايف زي ما كنت خايف قبل كده. انت طردتها الساعه 3 الصبح من البيت ونزلت لها فضايح على النت وما تمتلهاش بصله. انا جاي عشان اشوف حل، ان هو ده برنامجي هتكلم. تفاصيل هذه الرحله تتابعونها في هتكلم مع بسمه وهبه يومي الخميس والجمعة 10 ليلا حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.